السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم اخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم رجعنا لكم من جديد. اليوم راح نسوي لكم عصير البرتقال بالجزر بطريقه كل سهله وبسيطه. بس قبل ما نروح لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. تعالوا انا اشوفكم الطريقه. عندنا هنا كيلو من الجزر. اول شغله راح اسويها انوني راح اقشر الجزر، وهاي بعد ما خلصنا تقريبا تقشير الجزر، هسه راح اروح اغسله وارجع لكم. هنا بعد ما غسلته وقلمت الروس مالته راح ابدي اسوي على شكل دوائر، او يعني بكيفكم الاشكال اللي تحبونها، اهم شيء ما تكون ثخينه. طبعا انا اختاريت الجزر يكون صغار حتى يعني يصير طعمه اطيب، افضل من الحجم الكبير. وراح اقطعها بشكل عشوائي، بس مثل ما قلت لكم تنتبهون على القطع اللي تكون يعني مو حيل ثخينه حتى بالسلق ما يطول عندكم وكله يصير نفس الاستواء عندكم يستوي. طبعا البنات هاني مثل ما ذكرت لكم اخذت هاني كيلو جزر. كيلو جزر راح اسوي مقابل 4 كيلوات من البرتقال. وهنا بعد ما خلصنا تقطيع الجزر بهذا الشكل، هسه اضيفهم بقدر واضيف عليهم مي. تقريبا كمية المي يعني تكون ضعفها مرتين، او بس يغطي يعني، مهم يعني شي لا تكثرون هواية يعني، بس يتشكله كلش كافي. وهسه اضيف عليهم 4 اكواب من الشكر، هذا الكوب الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع. هسه هنا عندي عصرة ليمونة، ليمونة كاملة عصرها واضيفها عليهم واخليهم على النار تقريبا مدة ساعة، اول ربع ساعة النار تكون عالية وبعدين اخليها نار تكون ناصية، ونرجع لكم بعد ما يكمل. هنا عندي انا هذا البرتقال 4 كيلوات قلت لكم، راح اقشره بهذا الشكل. وهنا بعد ما خلصت تقشير البرتقال راح ابدي قطع بهذا الشكل، قطعه الى اقراص. طبعا انا هذا البرتقال ما بينوا، اذا بينوا تلقون لازم تطلعونه حتى ما تسبب عندكم مراره. يعني تقطيع عشوائي لا على التعيين. وهنا بعد ما خلصت تقطيع البرتقال، هنا الجزر عندنا همينة كمل. شوفوا بنات يعني هو الايجي المرد عندنا. طبعا انا بردته ما يصير تسوونه هو حال، لان يتغير طعمه يصير طعمه مو طيب. بردته وراح اخلي قسم من الجزر وقسم من البرتقال واضربه بالخلاط، هيجي يكون شكله تقريبا لمدة دقيقة كل مرة. وهاي الوجبة الثانية، وهذا الشكل النهائي بعد ما خلصنا كله خلط. هاي الكمية اللي طلعت لنا، طبعا بنات هاي الكمية كلها مركزة، ما مخفيتها بالمي ولا بعدني يعني شخلتها. اذا تحبون تشخلوها بمصفي هذا الشي راجع لكم، انا ما شخلتها لان طعمها كلش طيب. طبعا انا هاي الكمية كلها راح احتفظ بيها بالفريزر، اخليها بالطالة واحتفظ بيها، وشكل ما احب اطلع من عندها ما عليها كل شي. واتمنى يا رب يعجبكم وينال رضاكم، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. مع الف سلامه.